بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بعث رحمة العالمين. كم وردك يوميا من قراءة سورة الإخلاص؟ قراءة سورة الإخلاص سنة عظيمة، ثوابها عظيم جدا جدا. كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يكثرون من قراءة هذه السورة. هقول لكم الأدلة من السنة والثواب العظيم جدا للإكثار من قراءة سورة الإخلاص يوميا، والخسارات الفادحة لمن يعلم هذه السنة ويتخاذل عنها ويتكاسل عنها. قراءة سورة الإخلاص والإكثار منها، أنت تستطيع أن تزيد من ميراثك في الجنة يوميا مئات مئات الملايين من الأميال ومن الحور العين، الآلاف أو عشرات الألوف من الولدان المخلدين، فضلا عن مناقب لا تحصى للإكثار من سورة الإخلاص يوميا. أولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث مرسل صححه تقبله جمهور العلماء بالقبول، وصححه الإمام الألباني، له شواهد في السنة تقويه كثيرة. هقول لحضراتكم بعض هذه الشواهد، لأن راوي هذا الحديث سيدنا سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين وهو من أولاد الصحابة. فدائما العلماء بيتقبلوا الحديث بتاعه يعني. طيب الحديث بيقول إيه؟ الحديث بيقول: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين، من قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. فقال عمر بن الخطاب في رواية: إذا نكسر يا رسول الله، قال الله أكثر وأطيب. ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا كلمة نكسر معناها إنه إيه؟ معناها الإكثار منها سنة، ومعناها إنه لا حد لها. إن شاء الله يا رب إن شاء الله تقرأها 1000 مرة. والله في بعض الناس تقرأها 1000 مرة كل يوم. وفي رواية تانية عن سيدنا أبو بكر الصديق إنه قال: إذا نكسر يا رسول الله، قال الله أكثر وأطيب. طيب القصر في الجنة مساحته قد إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في القيامة، قال: القصر في الجنة أو الغرفة في الجنة 60 ميلا في 60 ميلا، أو الخيمة في الجنة 60 ميلا في 60 ميلا، وارتفاعها كما بين السماء والأرض. يبقى يعني 60 في 60 يعني 3600 ميل مربع، يعني اضرب في. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث: قصر النبي والشهيد في الجنة به 5000 غرفة، 5000 أوضة. طب اضرب 5000 غرفة في مساحة غرفة واحدة 3600 ميل، يعني 18 مليون ميل مربع، يعني واحد يعني مش 18 مليون، 21 مليون ميل مربع، يعني حوالي 30 مليون كيلومتر، لأن الميل 1.6 كيلومتر، 30 مليون كيلومتر. فأنت لما تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات بتاخد منك قد إيه؟ يعني ما يعني تستطيع بقراءتها 50 مرة بعد كل صلاة، يعني 250 مرة في اليوم، يعني هتبني 25 قصرا في كل يوم. طب 25 قصر في 300 في 30 ألف في 30 مليون، احنا قلنا مساحة القصر 30 مليون، يبقى 10 في 30 300 مليون، 600 مليون، ما يقرب من 800 مليون، يعني ما يقرب من أكتر من نصف مليار كيلومتر مربع، يعني قد مساحة الكرة الأرضية كلها. مساحة الكرة الأرضية كلها 66 مليار كيلومتر، نص مليار و66 مليون كيلومتر، يعني ما يساوي تقريبا. طبعا أول الحاجات اللي بقولها دي حاجات تقريبية تقريبية، يعني عشان ما حدش ياخدها، يعني أنا مش معايا مسطرة بقيس، أنا بقول لحضرتكم حاجات تقريبية عشان ربما يكون الذي ينتظرونا في الجنة إن شاء الله، ان شاء الله افضل واكبر من ذلك. لكن انا بقول لحضرتك، انا بضرب حضرتكم امثله توضيحيه فقط. يبقى انت زدت من ميراثك في الجنه حوالي اكتر من نص مليار كيلومتر مربع 50 مره بعد كل صلاه، ما تاخدش يعني ما تاخدش منك 3 4 5 دقائق. وعد بالاستوبوش، اقرا قل والله احد وشوف. طيب دي المنقبه الاولى. المنقبه الثانيه: حديث من ميراثك من الحور العين الالاف او عباره عن عشرات الالوف. ليه؟ لان لن يبنى لك قصر في الجنه فارغ، لازم يكون قصر فيه كل في كل غرفه واحده او اثنين او اكثر. كان عمر بن الخطاب يخطو على المنبر وقال: يا ايها الناس، او تدرون ما جنات عدن؟ قصر به 10000 باب، على كل باب 25000 امراه. هو قال 10، سيدنا عمر هنا قال 10000 مش 5000، عشان بعض الناس ما بتصدقش او بعض الناس بقى. طيب وفي روايه اخرى: قصر به 500 باب، على كل باب 5000 امراه. ده يوريك التفاضل في الدرجات، في درجات اهل الجنه. يبقى اذا القصر هيبقى فيه الالاف وربما عشرات الالوف،
طب الحور العين، لو ان لو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو ان امرأة نزلت الى الارض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم، طب ما بالك بقى بالالاف، بلاش الاف، عشرات او ميات. لو واحدة من الحور العين نزلت الارض بالنهار الشمس تختفي تماما لان نورها اقوى كتير من نور الشمس، ولا نزل بالليل اللي تضيء الكرة الارضية كلها، تبقى الدنيا تبقى نهار. ده لو واحدة بس. تعديد من ميراث كمال الحور العين من الولدان المخلدين مئات الالوف. ليه؟ الرسول قال في الحديث القصر في الجنة فيه من 10,000 إلى 70,000 من الولدان المخلدين، مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من طعام لا يسمع الآخر. كل واحد منهم مع صحفة من ذهب فيها صنف من طعام لا يسمع الآخر، يتسابقون على خدمتك في الجنة. طب اضرب 70,000 في تبنيت 25 قصر، يبقى 700,000، مليون و400,000، مليون و700,000 خادم في الجنة في كل يوم، بأنك تقرأ قل والله أحد 50 مرة بعد كل صلاة مثلا. لا، ايه الثواب العظيم ده؟ يعني هل يفرض في الانسان هذا الثواب على انسان عاقل؟ انسان عاقل. المقام الرابعه تكون وليا من اولياء الله الصالحين، ينزل لك القبول في الارض. ليه؟ اقول لكم الدليل من السنه. احنا بنتكلم بالادله. اللي بنتكلم بالادله. صحابي كان يقرا هذه السوره في كل صلاه وفي كل ركعه. في كل صلاه في كل ركعه يبدا بالفاتحه. بعدين يقرأ سورة الإخلاص، وبعدين يقرأ سورة من سور القرآن. فالصحابة قالوا له يعني أنت بتقرأ سورة الإخلاص، بعدين بتشاف إنها ما بتكفكش، بتروح قاري سورة تانية، يا إما تقرأ سورة الإخلاص، يا إما تقرأ سورة تانية وخلاص بلاش في كل صلاة. قال لهم أنا بحبها وهقرأها في كل ركعة. مش عاجبكم؟ شوفوا إمام غيري، وكان يرون أنه أفضلهم. فاشتكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما تفعل ذلك؟ قال أحبه يا رسول الله. قال أحبك الله لحبك إياه. تعرف ربنا يبقى تورس حب الله سبحانه وتعالى، يحبك احبك الله لحبك. يبقى اذا اللي بيقسم من هذه السوره يكون وليا من اولياء الصالحين. فاذا احبك الله سبحانه وتعالى نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل يا اهل السماوات ان الله تعالى يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماوات وينزل له قبور في الارض. خلي بالك ده مين ده؟ يبقى اذا انت لو اكثرت من هذه السوره اصبحت وليا من اولياء الله الصالحين وتضمن مكانها في الجنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في روايه اخرى ادخلك الله الجنه بحبك اياه. وده دليل كمان. طب الصحابي ده بيقراها في الخمس صلوات قبل ما يقرا كل سوره، يبقى بيقراها بره الصلاه قد ايه؟ احنا بنتكلم بالمنطق وبالعقل وبالدليل. اذا كان بيقراها في كل صلاه وفي كل ركعه، يبقى بره الصلاه بيقراها كم مره؟ يبقى سنه ولا مش سنه؟ والحديث صحيح. طيب المنقبه بعد كده تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه، وده معناه المنزلة عالية جدا في الجنة. لا، وتكون أكثر الناس زواجا. هذا الحديث حديث حسن وله شهادة في السنة تقويه، وذكره ابن كثير في تفسير في فضاء العظيمة لهذه السورة، وذكره أيضا الإمام السيوطي في الدور المنصور بالتفسير المأثور في فضاء العظيمة قل والله أحد، وصح حسن بتاعه. ثلاث، من جاء بهن مع الإيمان فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء وزوج من الحور العين كيفما شاء. من قضى دينا عن غارم في السر، ومن عفى عن قاتله، ومن قرأ قل والله احد 10 مرات دبر كل صلاه. فسيدنا ابو بكر الصديق قال رسول الله ولو واحده؟ قال له ولو واحده. يعني مش كل واحد هيتسنى له انه يقتل ويعفي عن قاتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولو واحده؟ قال له ولو واحده. طب يبقى اذا 10 مرات في سر. يبقى الحديث ده يعضد ويقوي الحديث اللي احنا قلناه من شويه، ان اللي بيقرا 10 مرات قل والله احد بيقبل له قصر في الجنه. يبقى اذا كلمه 10 فيها سر. لأن يعني الرسول قال أن يقرأها 10 مرات بعد كل صلاة. طيب يبقى الرسول قال تفتح لك أبواب الجنة الثمانية وتكون وتزوج من الحور العين كيفما شئت، يبقى هتكون من أكثر الناس زواجا في الجنة. واحنا لسه قايلين أنك بتبني قصور كتير، يبقى هيكون عندك حور عين كتير، وده يؤكد ويقوي هذا الحديث. أيضا دخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب أو السبق إلى دخول الجنة. وهذا الحديث ايضا ذكره الامام السيوطي في الدور المنصور بالتفسير في المنصور، والشواهد والحديث اللي احنا قلناها شواهد على هذا الحديث. من قرأ قل هو الله احد 50 مره كل يوم سمع مناديا من قبره يقول له قم مادح الله فادخل الجنه. قم مادح الله فادخل الجنه. يبقى بيسمع منادي من قبره قبل ان يبدا الحساب، ده لسه في القبر، قم مادح الله. لان لا شيء
تستطيع ان تمدح به الله سبحانه وتعالى افضل من سوره الاخلاص. ده خلي بالك قال 50 مره، يعني 10 الى يبقى عليك 50 مره متقسمهم على الخمس، على الخمس صلوات يبقى كام مره؟ يبقى 10 مرات بعد كل صلاه. يبقى ده الحديث ده يعضده الحديث اللي احنا سالينه من شويه 10 مرات دبر كل صلاه، ويعضده الحديث الصحيح اللي اتقبله العلماء اللي قرأ قول الله 10 مرات بل الله لا قسم في الجنه حتى يختمها بل الله لا قسم في الجنه من قراها 20 مره. يبقى اذا الحديث بتخدم على بعضها وبتقوي بعضها. يبقى اذا السبق الى الجنه ودخول الجنه بغير سبب حكسه. ايضا ينفع عن قلبك اضران الشرك، و لان الشرك الاصغر بيقع فيه اكثر من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك الاصغر، قالوا اياكم اتقوا الشرك الاصغر فانه اخفى من دبيب النبل. لكن اللي يقسم هذه الصوره ينفع عن قلبه اضران الشرك. لما قال بعد كده بسط الرزق، حديث من دخل من قرأ قل الله احد حين يدخل بيته نفت الفقر عن بيته والجيران، نفت الفقر عن بيته والجيران. يعني كتير من الناس بتقرا سوره الواقعه عشان ينفع عنه الفقر. لا، اقسم القراءه سوره الاخلاص تنفع عنك الفقر عن بيتك وعن الجيران كمان، يبقى تاخد ثواب نفي الفقر عن الجيران. يبقى اذا بركه لكل العباره اللي انت ساكن فيها لو انت بتقرا سوره، تقسم سوره الاخلاص تحصل كمان عظيما جدا من المغفره. طبعا الاحاديث اللي ورد في هذا كثيره وبطرق كثيره، لذلك لذلك ابن كثير قال تشد بعضها بعض. من قرأ قل الله احد 50 مره غفر له بها ذنوب 50 سنه. من قرأ الله قرأ قل الله احد 100 مره غفر له ذنوب 100 سنه. من قرأ حديث اخر من قرأ قل الله احد 200 مره غفر له بها ذنوب 200 سنه. حديث اخر من قرأ قل الله احد 200 مره بعد صلاه الصبح 100 مره بعد صلاه الصبح غفر له بها 100 كبيره. خلي بالكم 100 كبيره، خلي بالكم المقابله بعد كده تشييع الملائكه. شوف بقى الحديث ده حديث عظيم جدا. هذا الحديث بمجموع طرقه حديث حسن لانه له خمس او ست طرق مختلفه. وقال ابن كثير كثره الطرق تقوي هذا الحديث. مات جاء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك او غزوه العسره، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في خارج المدينه على بعد 500 كيلو. فقال له جئتك يا رسول الله لتصلي، مات معاويه ابن معاويه المزني في المدينه، وجئتك يا رسول الله لتصلي عليه، هتصلي عليه يا رسول الله؟ قال اي والله يا جبريل. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل يا رسول مالي يا جبريل ارى الشمس مزدهره ليست كل يوم، يعني نور الشمس قوي قوي. قال له ان الله تعالى انزل 70,000 ملك ليصلوا على معاويه. قال له بما بلغ معاويه هذه المنزله يا رسول الله يا جبريل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب. قال له بقراءته قل والله احد قاعدا وقائما وماشيا ونائما وعلى كل حال. يبقى سنه ولا مش سنه؟ يبقى الاكثر منها سنه ولا مش سنه؟ اصحابي بيقراها في كل صلاه في كل ركعه. ده في حديث ثاني ان وحديث صحيح صححه الامام الالباني ان واحد صحابي من الصحابه عدى على واحد في بيته سمعه عمال يقرا سوره الاخلاص من الصبح عمال يصلي بيها ويكررها ويكررها طول الليل، فتعجب فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ده عمالي يعني الراجل بطول الليل عمال يقراها. فقال والذي نفسي بيده انها لا تعدل ثلث القران. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق على فعل هذا الرجل ويقر هذا الرجل على ما فعل. طول الليل عمال يقراها طول الليل. فحديث صحيح. يبقى انت شوف تشييع الملائكه دي في روايه. فشوف عبد الجبريل عمل ايه؟ فضرب جبريل الارض بجناحيه فتضعضعت فما بقي من حجر ولا شجر ولا وبر الا وتضعضع. فبرز فراش معاويه ابن معاويه المزني امام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، وراه الصحابه، وراه صف من الملائكه في 70,000، وفي روايه اخرى وراه صفان في كل صف 70,000، وفي روايه ثالثه نصف مليون ملك. في عايز ايه اكتر من كده؟ الصواب العظيم. معقبه ثانيه لاكثر من هذه الصوره. هتاخد بكل ثلاث مرات ختمه كامله للقران. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال من منكم يستطيع ان يقرا ثلث القرآن في ليلة؟ قال رسول الله من يطيق ذلك؟ مين يقدر؟ قال لهم من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. طبعا ده حديث صحيح. طيب يبقى أنت قريتها ثلاث مرات أخذت ثواب القرآن كاملة. طب لو أنت قريتها 50 مرة 250 مرة كل صلاة 250 مرة في اليوم، إحنا قلنا 50 مرة بعد كل صلاة يعني ثلاث خمس دقائق بعد كل صلاة 250 مرة، يعني قول 240 مرة عشان تقبل القسمة عدد صحيح، يبقى ختمت 80 مرة، ختمت القرآن 80 مرة كاملة كل يوم. هل يضيع هذا الثواب انسان عاقل؟ يبقى
دي بعض المناقب التي لا تحصى للاقصار من هذه الصوره. فانا هكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو، يا ريت كل اللي بيسمعني دلوقتي لو مالكش ورد اعمل نفسك ورد على يعني على قد ما تقدر. مش قادر 100 مره بعد كل صلاه خليها 50 مره بعد كل صلاه، مش قادر 50 مره بعد كل صلاه خليها 30 مره بعد كل صلاه، لكن المهم يكون لك ورد اقل حاجه خالص 10 مرات، يعني اقل حاجه خالص 10 مرات. وكلما زدت كلما لكل مجتهد نصيب. ف يعني والله قيل لي ان واحد ان في بعض الناس بتقرا 1000 مره، وهذا ليس بعيد ابدا. فانا هكتب لكم كل الكلام ده تحت فيديو سخون شون شهاده العلم في ثواب عظيم لعل علما فلا اجر عن يوم القيامه لا ينقذ ذلك من قلوب شهيد. ونشوف تفعيل الجرس الاشراف في قناه الاسلام كل جديد، ويساعدوني على شرح السنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.